أعزائي المشاهدين في كل مكان مساء الخير عليكم وأهلا وسهلا بكم معاكم أنا محمد سعد وحلقة جديدة من حلقات برنامج مع المستشار في البداية يعني قبل ما نبدأ حلقتنا وقبل ما نتناقش مع بعض في موضوع حلقة النهاردة زي ما انتم شايفين جايين بإطلالة جديدة عليكم وشكل جديد وديكور, وديكور جديد في القناة ده يعني خلاني أنا وأسرة البرنامج أو حابين نحن نتوجه بالشكر لكل من ساهم ولو بجزء بسيط جدا في هذا التجديد او هذا التحديث للقناه في الحقيقه يعني انا كنت بشوف بنفسي كل العاملين في القناه هنا بيعملوا بجد وباخلاص وده لو راجع لحاجه فبيرجع لانتمائهم وحبهم للمكان لذلك انا يعني بتوجه لهم بخالص الشكر انا واسره البرنامج بتمنى لهم طبعا كل التوفيق آآ يعني آآ تعبوا وقعدوا حوالي شهرين بيعدوا في هذه التجديدات علشان نطلع بالواجهه المشرفه اللي تليق بالقناه واللي تليق بالمشاهد اللي هو حضراتكم يعني. طيب خلونا بقى زي ما عودناكم نبدا اول فقراتنا وهي فقره اغرب القوانين فقره اغرب القوانين النهارده جايبين لكم قوانين تخص دوله واحده بس الدوله ديت يعني يمكن صاحبه أه صاحبة القرارات أو القوانين الغريبة أو من أكثر القوانين الغريبة في العالم أه ده بيرجع لأن طبعا أه رئيسها أه يعني نقدر نقول أه يعني خد أه ترند عالمي أن هو صاحب القرارات أو القوانين اللي الصارمة كل قراراته او كل احكامه بترجع ان هو يعني ما عندوش رحمه كل قراراته او احكامه بتدي اعدام طبعا يمكن كل المشاهدين عرفوا دلوقتي انا بتكلم عن مين ولو هتسالوني عن مسؤوليه هذه الفقره انا بخلي مسؤوليتي من هذه الفقره ودي مسؤوليه الاعداد يعني هو لو عايزين رقم نديكم رقمكم طيب نبدا بسرعه اول قوانيننا قوانين كوريا الشماليه وهو الرئيس اللي كنا بنتكلم عنه هو كيم جون وان واول قوانين موجوده هناك طبعا احنا عارفين ان كوريا الشماليه هي دوله مغلقه عن العالم يعني دوله ما يعني يمارس فيها اشكال الدكتاتورية بشكل كبير هناك يعني. فمن ضمن هذه القوانين يعني حاجه غريبه جدا ان انت كمواطن عادي لا يحق لك ان انت تمتلك سياره السياره الخاصة هناك ممنوعه ان انت كفرد او من عامه الشعب تمتلك سياره لكن السيارات هناك او امتلاك السيارات هناك هي هي, هي حج حج حكر على المسؤولين وكبار البلد قوانين تانية أو قانون تاني معانا برضو من كوريا الشمالية وهو يعني هناك عشان الدولة مغلقة شوية فمنعين الاتصالات الدولية هناك لو حضرتك مواطن هناك لا يحق لك أن أنت تجري أي اتصال دولي حتى لو كان قريب ليك وهناك بيعد دوت زي تخابر هنا وبتصل عقوبته إلى الإعدام معنا القوانين الثالث او الـ او الـ او الـ او الـ القرار الثالث هناك او الحاله اللي هناك الحاجه الغريبه اللي هناك آه ان هناك كوريا الشماليه آه يعني لا تتبع التقويم الميلادي اللي هو ساري في كل البلاد امال بيتبعوا ايه بيتبعوا تقويم خاص بيهم والتقويم دوت بدا منذ عام 1912 ده كان تاريخ ميلاد آه اللي هو آه مؤسس كوريا الشماليه كيم إل سونج منذ ذلك التاريخ هم بيتبعوا هذا التقويم الخاص بيهم ما بيتبعوش التقويم الميلادي بتاعنا اللي هو الاشهر الميلاديه بتاعتنا اللي احنا متبعه في كل البلاد <تسجيل> الحاجة الغريبة الأخيرة معانا من كوريا الشمالية طبعا كوريا الشمالية فيها يعني قوانين غريبة كتير جدا محتاجين حلقات كتير نعملها على قوانين كوريا الشمالية فقط ولكن اقتصرنا على هذه هؤلاء الأربع قوانين وفي الحلقات التانية إن شاء الله نحط قوانين برضو أخرى من كوريا معانا القانون الاخير اللي هو او النظام الاخير هناك هم هناك في كوريا الشماليه معاهم او عندهم ثلاث محطات تلفزيونيه فقط لا غير ومعظم اللي بيتعرض على هذه القنوات يعني اخبار تخص رئيس الدوله هناك اللي هو زي ما قلنا كيم جون اون كده خلصنا اغرب القوانين فاصل قصير وهنرجع ولكن عشان نتكلم في موضوع في موضوع حلقه النهارده اللي هو وباء كورونا وتاثيره على التقاضي وكمان هنتكلم في تعليق العمل بالمحاكم وهنشوف الجرائم المستحدثه خلال هذه الفتره ويبقى معانا ضيفنا الكريم الاستاذ اشرف الحبيلي المحامي الجنائي الشهير فاصل قصير ونرجع <applause>